إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أهلا وسهلا بكم جميعا. فيديو في خبر اللي ورد قبل قليل عن السلطات المغربية، قرار شيء ما صارم في حق المغاربة. دائما تقرر السلطات المغربية منع المسافرين القادمين من الصين للولوج إلى التراب الوطني المغربي. بعد الفيديو اللي البارحة شرنا فيه وكنا نلتمس من السلطات المغربية لو أنها تحدي حدود دول أخرى وتفرض يعني تحاليل أو اختبارات على الوافدين من الصين، السلطات المغربية دائما وكما العادة تقرر قرارات شيء ما غريبة وصارمة في حق المواطن المغربي. علاش الإخوان غادي تسمعوا علاش؟ قرر المغرب منع جميع المسافرين القادمين من الصين أيا كانت جنسيتهم، حتى ولو يكونوا مغاربة، كانوا صين، فرنسيين، أمريك أو إنجليز، ما تهمناش، لأن هذوك غادي يجيو المغرب إما زيارة أو سياحة. بينما واحد عنده جنسية مغربية فبالله عليك كيف تمنعه من دخول البلد؟ وهذه الكارثة هنا هي اللي غادي تعود السيناريو ديال 2020 و2021، لأنه ربما يكون في الصين الآن متواجد ناس مشاو إما سياحة أو تجارة أو دراسة أو تدريب لغرض ما، وهما قاتلين في المغرب. الان شنو الوضع ديالهم من الاعراب؟ فقررت السلطات المغربيه منع اي جنسيه من دخول المغرب، اي جنسيه قادمه من الصين، من الولوج الى التراب الوطني ابتداء من 3 يناير القادم الى اشعار اخر، بحسب ما افاد بلاغ وزير لوزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج اليوم. وقال البلاغ إن المملكة تابعت عن كتب خلال أسابيع الأخيرة تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية، وعلى ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الصين وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، اتخذت هذا القرار. هذا الإجراء الاستثنائي بحسب البلاغ لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة متشبتا بها بقوة. هنا الإخوان نتمنوا هذا الخبر، حاولوا تشاركوا هذا الخبر، هذا على صدى كبير يوصل على الأقل يوصل الإخوان والأخوات ديالنا اللي الآن متواجدين في الصين لتدارك الموقف والخروج ومغادرة الصين بشكل عاجل، لأن عندهم الحمد لله أول مرة ما تيغلقوش مباشرة، داروا قرار اليوم غادي يبدأ الغلق نهار 3، يعني الناس عندهم 3 أيام لتدارك الموقف والهروب من الصين ودخول أرض الوطن. لأنه كيف قلت لكم يمكن يكونوا مجموعة من الإخوان المغاربة القاتلين بالمغرب يتواجدون حاليا بالصين لأغراض ما، وغادي يصدقوا تعيشوا واحد الكارثة لا قدر الله لا ما دخلوش المغرب قبل 3. فنتمنوا أنه السلطات المغربية تعيد النظر في هذا القرار، وعلى الأقل ما تشملش به المواطنين المغاربة المتواجدين بالصين، لأنه أي مواطن من حقه يتواجد الآن بالصين أو من غير الصين من حقه أنه يرجع إلى أرض الوطن، يمكن تخضعوا الاختبارات أو تحاليل، ويمكن حتى تديروا حجر صحي في أماكن يعني تكون معزولة على المواطنين الآخرين حتى تأكدوا من السلامة ديالو، من عدم حمله لأي فيروس أو متحور، وباش ما يبقاش عالق خارج أرض الوطن. ما بغيناش الكارثة ديال السنة الماضية أنها تعيد نفسها مرة أخرى، الكارثة ديال الإخوان العالقين اللي بقوا عالقين 6 شهور أو 7 شهور خارج أرض الوطن بدون أي ذنب، الذنب ديالهم هو أنهم يحملون الجنسية المغربية. نتمنوا الإخوان تشاركوا هذه المعلومة على صدى كبير، حضروا الإخوان والأخوات ديالنا المتواجدين في هذه المناطق هذو باش يرجعوا بعجالة إلى أرض الوطن. إخوان، نتمنى لكم أمسية طيبة، سنة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.